يا شعب المواطنين من حي النور، يا شعب المواطنين أنا أتوجه إليكم من حي النور، هذا الحي الفقير، أتوجه إليكم في كل مكان أن تكونوا في الموعد يوم 21 ديسمبر لتنتصر تونس، لتنتصر تونس الكرامة، لتنتصر تونس المهمشة، لتنتصر تونس الفقيرة، لتنتصر تونس التي يحتقرونها، لتنتصر تونس للجميع، لتكون هالبلاد هذه البلد كل الطبقات كل الجهات كل أفراد الشعب، باش ما يكونش فيها مواطن من درجة أولى ومواطن من درجة ثانية، جهة من درجة أولى وجهة من درجة ثانية، حي كما هنا وحي كما غادي، اللي كان ما بيناتهم يعني سنوات ضوئية، اش يجيب هذا لهذا؟ احنا نحب التوانسة الكل تعيش في نفس الاحياء، تعيش تتمتع بنفس الخدمات، هذا هو الهدف بتاعي، وهذا هو الهدف اللي نحب منكم تكونوا على ثقة اننا سندافع من اجله. يحيى حي النور، تحيا الاحياء الفقيرة المهمشة، تحيا تونس الفقيرة، تحيا تونس المهمشة، تحيا تونس كل الطبقات كل الجهات كل الأفراد كل المواطنين، وموعدنا إن شاء الله مع النصر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.